حبايبي الكرام، الان نزل الام بي 40 اللي جيت. حبايبنا خلينا ندخل نشوف بس على الشباب شو شكله وشو باللعبه لشوف. واللي بصير ندخل على او ما جاد شباب. حبايبنا الكرام، يعني الصراحه كتير متحمس للسلاح الجديد يا اساطير شباب. واخيرا نزل الام بي 40 شباب. الصراحه الان نزل شباب، يعني صراحه بتعرفوا منيح عليكو، الان نزل شباب الام بي 40 الاسطوري شباب. الصراحه كتير متحمس لنحصل احصل عليه شباب. نزل شباب، هذا هو شكله. الصراحه يعني لا، هذا الام بي 40 شباب يعني عن جد شيء اسطوري شباب. هذا ليفل هذا ليفل واحد هيك شكل ليفل 7. ويلي 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 شباب، ويلي ويلي شباب. اوكي شباب، خلينا نبلش كل شيء شباب، ونبلش كل شيء يا حلوين. لا تنسوا على الحبيب محمد، نقول بسم الله شباب. لا تنسوا تحطوا زر اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس شباب، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبلش نحرق ابو الحدث. بس ثواني حبايبنا، شايفين فوق ناقصنا جواهر، خلينا نشحن جواهر شباب. اوكي نشحن جواهر، ليتس جو، خلينا نشحن شوي جواهر يا جميلين. حبايبنا لا تاخذونا شباب، اليوم ما عملت بس مباشره على الفيس، ولا راح اعمل غدا. لا تاخذونا شباب، عم بنقل بيتي. اوكي ليك، بدي اياكم تصبروا علينا شوي شوي حبايبنا، للامور البسوس حبايبنا، الله يخليكم. يلا يا حبيبي، خلينا نحرق نشحن جواهر. يلا ليتس جو ليتس جو، هي شحننا ليتس جو. وصل كفو، هيك وصلنا التوب اب شباب. لوز اللوز، نقول بسم الله الرحمن الرحيم شباب. كثير متحمس، كثير كثير شباب. معني شوي تعبان شباب بنقل البيت صراحه، يعني حابب اكون هيك عامل ما عم بقدر شباب، عم بحاول اعيط وين عامل است كثير تعبان. اوكي شباب، خير حدا نخلص من الفولكو. وشو هاي؟ حاطين هاي لوز اللوز، بس عندي اياها رح نشيلها. هاي كمان قول لي لوز، والله هيك هي ما عندي اياها، قول لي والله اشياء جديده شباب. خلينا ندخل على بسرعه على الحرق شباب. بتعرفوا حظي بيض، نبلش بسرعة على السريع. الحظ بيض بتعرفوا، يعني بعرف انه راح يكلف يعني من اول يعني. ولا مرة شباب، مرة واحدة صارت معي شباب انه احصل على شيء قبل اخر لفة. معروف. يلا لفة الاخيرة، هذا بعرف الحظ بيض حبايبنا. او ماي جاد، حصلنا على السكين الاسطوري شباب. طبعا شباب هذا الجزء الاول للسكين للمقطع. هنا ناخذ هدول على اليمين. اوكي جميلين، ليتس جو. خلونا نروح على السلاح. اوكي اس ام جي طبعا شباب. اوب 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 طبعا شباب، التطوير تبعه اوكي اكيد راح ينزل غدا. اوكي التوكنات شباب راح نطوره ان شاء الله شباب غدا، بس خلينا ندخل هيك نجربه شباب. هيك نجربه شباب، يعني هيك ركزوا معي. هذا ليفل واحد اوكي، هذا ليفل 2 ينشال منه الروش هارج تمام. عندنا هون ليفل 3، هون ليفل 1 2 بيطلع العلامه حلو. ليفل 3 بشق نيو لوك، ليفل 4 ببين الاشياء وبيتصلح شو اسمه اللي على اليسار، بينخفض يعني نسبه سرعه في عندنا الدمج اوكي، وعندنا شقطتين من الدمجات وشقطه سرعه، وفي سرعه التغيير اللي يعني فهمتوا علي، التغيير الريلودينج اوكي. عندنا هون الشكل بيختلف اوكي، بيطلع الافعى. اوه والله اسطوري. عندنا هون النيو لوك تبعه يتغير، ونفس الشيء هون بيفتح البونس تمام. عندنا هون شباب الرقصه اوكي، النيو لوك الاخير الليفل 7. وعندنا هون شباب الرقصه الاخيره، شوفوا يا زلمه. صراحه شباب انا نزلت بتسريبات بس، ولكن هيك يعني شكل تشوفه هيك يعني ما اعرف. خلينا ندخل بسرعه شباب، خلينا ندخل بسرعه نشوف. طبعا شباب هذا ليفل واحد، خلينا ندخل نجربه. اوكي شباب، طبعا هذا اول تطوير له، ان شاء الله غدا شباب صباحا ننزلكم الجزء الثاني حبايبنا. الان بس هيك نحصل عليه، نجربه هيك شباب، نحاول نجربه من دون شيء حبايبنا الكرام. اوكي لايكاتكم شيراتكم شباب. اوكي شباب، خلينا نشوف هون ام بي 40، نشتري اثنين. لا ما تغير. او شيت شباب، شيت لازم تطلع من الجروب. صارت معي هذيك المره شباب، مره صارت معي شباب وانا عم بسجل. بعرف زي اللي متذكرين يكتبوا التعليقات عليكم. تذكرنا لما على ايام اللي شو اسمه، على ايام اللهم صل على سيدنا محمد، على ايام الشوتجن شباب، شوتجن. اي والله
يلا شباب ليتس جو يا جميلين. ليتس جو جو جو. ها هيك مشي الحال. هيك راح يطلع الام بي 40 شباب. اول انشار. اوكي هذا هو الشكل. يلا خلينا ناخذ السلاح. نشتري اثنين. نشتري خلينا نشتري واحد هيك وواحد هيك ونشتري واحد هيك واثنين هيك ونشتري اوكي هيك لوز. اوكي شباب طبعا شباب الفوق طبعا المخزن الاصفر بيجي دائما اقل بس واسرع طبعا. هون يا شباب واو يعني شباب اذا تحطوا مثبت اصفر ولسه هذا مو مطور شباب مش مطور حط لهذا طبعا هذه لا والله شايف يعني لسه مو مطور شباب وشايف هيك عم بضرب 24 يعني عن جد شيء اسطوري. خلينا نشيل هاي لا خلينا ندخل على التدريب ندخل نجربه شباب ندخل نجربه بسرعه شباب ندخل نجربه بسرعه يا حكاميني ليتس جو ليتس جو قولي هات نشوف هذا مين عم يسمع عم يسمع شباب يا وخني هذا اقسم بالله هذا وخني وين؟ دوكن لا سوري شباب يا زلمي يا زلمي يا زلمي اقسم بالله يلا يلا يعني بضرب يا شباب ما راح يخلونا نلعب هذول ما راح يخلونا نلعب يا اخي ما راح يخلونا نلعب خلينا بس نجرب يا زلمي يخرب بيت سنتك منا كله وين هاي يلا ليتس جو والله لازم اروم يا شباب خلونا نجرب شباب بدي اروح انا بدي انزل مقطع واروح انا ويلي والله بدي اقول اسطوري عن جد شيء اسطوري هذا معناه نازل بالبربره هذا جاي لي بالهذا وابلع والله شيء اسطوري يعني صار لساته مش مدمر يعني مش مطور ها شباب لا ثاني يعني لا يا لا يا اخي لا يا ربي مستحيل 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 شيء لا انت جميل شباب حبايبنا شفتوا بعيني التجربة راح تكون تجربة أسطورية راح تكون إن شاء الله غدا يا سطير خلينا نشوف الشكل شباب هيك الشكل شكل الليفل 1 هيك راح يكون شباب أوكي هذا الشكل الليفل 1 يعني قولي شو هذا ما بيعملوا هدول ويلي شو بيعملوا هدول واي خلينا نجرب هيك شباب هيك طبعا هذا ال 22 هذا 22 لما نقول يعني نجيب 123 132 عفوا مع انه لسه عم نطور شباب من بعيد يعني 13 راح نجربه بس صراحه شباب سلاح راح عندنا نعمل له ان شاء الله غدا نعمل لكم تطوير ماكس اوكي وراح نشوف مع بعض حبايبنا الكرام حبايبنا الكرام هيك بيكون انتهى مقطعنا لهالمسويات شباب المقطع راح ينزل مسويات اوكي بتمنى من كل اسطوره حبايبنا يفعل زر الجرس ويشترك ويحط اللايك ويحط كل شيء اوكي وتشاهدوا المقطع اللي راح نزلكم اياه بالتعليقات شباب جيم بلاي كان اسطوري شباب بتمنى من كل اسطوره عم يشاهد بس وصل لهذه الدقيقه ينزل يشوف المقطع الجاي شباب راح تشوفوه اكيد هونيك على اليمين راح تشوفون حبايبنا اوكي اساطير هيك بكون انتهى المقطع حبايبنا ان شاء الله بنشوفكم غدا شباب تقريبا بعد 10 ساعات من هذا الوقت بنزل لكم المقطع الثاني واللي هو تطويره للليفل ماكس يا اساطير بشوفكم على خير يا جميلين باي باي كان معكم عليكم